رائع جدا. طب دكتور زغلول، في ختام لقائنا مع حضرتك، ما هي الرسائل والكلمات التي تود أن ترسلها إلى محبين حضرتك والذين كانت لديهم حالة كبيرة من القلق عليك بالأمس حيال تلك الشائعة، لكن الحمد لله الجميع اطمأن بعد نفي هذه الشائعات، ماذا تود أن تقول لهم دكتور زغلول؟ أحمد الله سبحانه وتعالى أنني بعافية ولست يعني كما قالوا يعني رقيد الفراش، يعني أنا أتحرك وأذهب وأكتب وأحاضر بحيوية كاملة من فضل الله وكرمه. ويعني الذين سألوا عني بعد هذه الشائعة الكاذبة يعني أشكر الله تعالى لهم وأدعوه تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء. يعني هذا مما يرضي الإنسان، أن هناك قلوب يعني صافية طاهرة وفية أبية يعني تغطي على هذه القلوب السوداء الحاقدة التي تتمنى موت يعني كل من يدافع عن الإسلام وكل من ينافع عن هذا الدين. فأشكر للجميع الذين سألوا علي من منصتكم المباركة، وأدعو الله تعالى أن يجزيهم عني خيرا، وأدعوه لهؤلاء الأغبياء الذين يحاربون الإسلام وهم يحملون أسماء مسلمة، أدعو الله تعالى أن يهديهم للحق وأن يعرفهم بمدى جريمتهم في الوقوف ضد الإسلام ومحاولة محاربة أوليائه. ويعني أسأل الله القبول والهداية للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولكم جزيل الشكر على ترتيب هذا اللقاء حتى يؤكد لهؤلاء الشامتين والطامحين في موت العلماء يعني أنني لازلت حيا ولازلت أكافح يعني في الدفاع عن هذا الدين إلى آخر لحظة من حياتي، ولعل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم هذا الموقف الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ده شرف لينا وواجب علينا يا دكتور زغلول، ده حقيقة احنا بنسعد بالتواصل مع حضرتك، ده شيء يشرفنا بشكل كبير جدا جدا. ربنا يبارك في حضرتك ويرزقك طول العمر وحسن العمل ويجازيك عن كل خير.